هو وزنك له قنبل خير. شو فيه؟ جات الفرج. شو افرجوا عني؟ ولا جاي ارقص لك انا؟ روح طير. شو الحكي اللي قاعد بصير هذا؟ انا صار لي كل هالوقت بستنى اطلع من الحبس عشان اتجوز سعاد، يطلع ابن عمها سميح قليل الحياه متجوزها وهي كمان ازود منه، بس الحق مش عليها، الحق على ابوها اللي جوزها لابن عمها بالغصب. بس انا بعرف شو بدي اسوي. ها بدي اخلص عليهم كلهم.